المباراة يعني فنيا أقل بكتير من حالة المشاعر المتعبة والمؤلمة ورد الفعل العنيف السلبي اللي أصابنا جميعا لما جبنا جون، وبعدين فرحنا جدا، وبعدين لما هم جابوا الجون وأنا شفت الأستاذ أيمن بدرة يعني راسه في على المكتب، أنا قلت إن هو جراله حاجة. وفي طبعا 100 مليون ايمن بدره كانوا بيحصلوا لهم نفس اللي حصل، وانا كنت منهم والكابتن تامر منهم وكل المجموعه والزملاء اللي موجودين في داخل اخبار اليوم او خارجها. وزي ما قال الاستاذ ايمن بدره يعني عيب لا طبعا عيب قوي قوي ان يعني مجموعه لاعبين عدد قليل جدا جدا من منتخب الراس الاخضر يتلاعبوا بالدفاع المصري لهذه الدرجه.